نعود لكم في مسار السوق هذه المرة وعن تحركات أسواق الإمارات الشاغل هذه المرة عن توزيعات وعن إمكانية إقدام الشركات على تقديم هذه المرة إما أسهم منحة أو حتى توزيعات نقدية. من جديد مع ضيفنا سيد عميد كنعان. سؤالنا هذه المرة يتعلق بأرابتك. لن نخوض في نفس التفاصيل والتساؤلات، هل تم بيع حصة سميك وأبار مهتمة؟ إحنا اليوم نتحدث عن الملاءة المالية لأرابتك. هل الشركة وضعها جيد بحيث أنه أنا سأستثمر فيها لفترة طويلة؟ هل الإعلان المتوالي عن استكمال مشاريعها في مصر كافي حتى أقتنع أنه عندها ملاءة قوية؟ هل أنتظر توزيعات؟ كيف نجيب؟ شوفي، يعني في جزئين لأرابتك لحتى أنت تطلع عليها، في عندك على المدى البعيد وفي عندك للمضارب اليومي. سألتي أسئلة عمالك بتحكي فاندمنتال. أنا باعتقادي الشركة تتمتع بملاءة مالية جيدة، لكن لا، يعني لا نتوقع منها انها تبهرنا بنتائج تواكب السعر اللي موجود بالسوق. يعني لعله الاسعار اللي موجوده بالسوق لها اسبابها المعنويه، لها اسباب معينه، لها اسعار الفورورد. دائما تحدثنا انه اسعارها نوعا ما اكثر من، يعني مبالغ فيها نوعا ما اكثر من فندمنتال. بجوز للشركات الاستراتيجيه اللي فيها، بجوز لحجم المشاريع الضخمه اللي هي ما خدته خلال الفترات الماضيه، يعني إلها خصوصية معينة. طبعا هذا يعني بحد ذاته ما له علاقة في التوزيعات. يعني التوزيعات إذا بدنا نيجي نشوف قديش بدها توزع لنا، ما بعتقد، أكيد بكل تأكيد السوق رح يكون أعلى من أسعار التوزيعات. فيما يتعلق بالمضاربات، يعني رجعنا إحنا صارت تشكل 40 إلى 50% من الأحجام اليومية، وهذا يعني ما بعتقد كريدت للسوق. يعني معناته عدنا إلى المضاربات، عدنا إلى الإشاعات، عدنا إلى تسريب الأخبار، عدنا إلى الشفافية على المحك. هل هناك أخبار أم لا؟ المتتبع لأداء أرابتك من يوم الأربعاء الماضي، أربعاء وخميس والأحد تقريبا، أداء السهم بدل على أنه هناك شيء، يعني هناك شيء في القريب العاجل. طلعت إشاعات، انتفت اليوم، في العديد من الأخبار. هون انتظار إيضاحات حول الشفافية على المحك. يعني تحديدا هل هناك خبر سوف يخرج؟ هل هناك قد يكون، هل هناك أبار مهتمة أم غير أبار؟ قد يكون بغض النظر. هناك شريك استراتيجي غير أبار مهتم في حصة سميك. يعني على إيش السعر اللي ممكن يتحول؟ هذه تساؤلات بثيرها المضاربين لحتى أنه يكون في عندهم مجال للحركة والمضاربات. السيناريوهات عم تتكرر نفسها فيما يتعلق بأرابتك في الفترة الماضية، شفناها واليوم عم نشوفها فيما يتعلق بالأخبار وكما ذكرت شفافية إلى آخره. مع هيك عم يضل السهم عم يستحوذ على النسبة الأكبر من قيم وأحجام التداولات. هن سهمين كلهم بالسوق، اولا ارابتك هو اللي عم يستحوذ على هذه النسبه احجام وقيم. يعني ليس هذا شيء غير ايجابي للسوق؟ ما قلت لك هذا، يعني ما بعطي كريدت للسوق انه تركز السيوله 40% او 50% على سهم واحد. هون بعيدنا للنقطه الاولى اللي كنا فيها من اربع خمس شهور، يعني وكانت سلبيه على الاسواق الماليه. لكن المضارب انت ما بتقدر تحكم حركه المضارب، ولا بتقدر، عليك انت التحذير. انت بتقول فاندمنتال السهم وضعه هيك، تكنيكال السهم وضعه هيك، ما حدا تحديدا اليوم. برجع بقول لك يعني الجميع يعلم انه هناك نقاط مقاومه على الاربع دراهم ونص. الجميع يعلم انه هناك وما حدث من انخفاض للسهم، انا بعتقد قد يدعم ارتفاعه. هذا انا بحكيك تكنيكال من ناحيه مضاربين، لكن من ناحيه فاندمنتال هذا يعود الى كل مدير محفظه وقراره الاستثماري، هل يستثمر او لا. نعم، ارجو ان تبقى معنا ايضا. نترافق مع مجموعه من نتائج اعمال الشركات تحديدا في القطاع المصرفي، حيث ارتفعت ارباح بنك المشرق بنسبه 35% الى مليار و700 مليون درهم اماراتي في الاشهر التسعه الاولى من العام الجاري بالمقارنه مع نفس الفتره من العام الماضي. وسجل البنك زياده في الدخل التشغيلي بنسبه 24% الى 4 مليارات و300 مليون درهم بنهايه سبتمبر الماضي. كذلك نمت قروض البنك 14% إلى 57 مليار و300 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2014 على أساس سنوي. طبعا بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال، طبعا البنك في هذا الإطار قال بأن كفاية رأس المال استقرت عند مستوى 16.4%. برجع للسيد عميد كنعان في هذا الإطار، نتائج حلوة للمشرق بنك. نتائج أنا بعتقد فوق التوقعات، يعني للمراقبين والمحللين. اليوم احنا بنلقي الضوء على قطاع المصارف بشكل عام بالامارات. انا بعتقد جميع النتائج التي خرجت اليوم، دبي الاسلامي، بنك الامارات، دبي الوطني، اعتقد اليوم الخليج الاول، هي المشرق، كلها فوق التوقعات. يعني هذا يعني بسلط الضوء
على تعافي الاقتصاد الإماراتي، على النمو اللي عماله بحققه. يعني يجب يعني عدم تجاهل هذه النتائج. هذه النتائج يجب أن تدعم الأسواق المالية. يعني يجب أن تكون نواة جيدة لشخصية أسواقنا المالية وليس التبعية التامة للأسواق الأمريكية فقط لغيرها. متهيألي هذا مدعم لقطاع المصارف بشكل عام ومطمئن. وبتعرف هي يعني سايكل اقتصادي كاملة. قطاع المصارف احنا اليوم عينا على قطاع العقار، هذه دورة اقتصادية كاملة سوف نتابع كل حال سيد عميد بمجال قطاع المصارف بالتحديد هذه المرة في سوق أبو ظبي وأرباح بنك أم القوين الوطني ارتفعت في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وصلت لما يقارب 100 مليون درهم. بلغت ربحية السهم 6 فلوس. كذلك أرباح البنك في 9 أشهر الأولى من هذا العام ارتفعت بنسبة 4% وصلت إلى حوالي 286 مليون و300 ألف درهم إماراتي. هذا بالمجمل. لكن سيد عميد هذه المرة سؤالنا حول أداء سوق أبو ظبي، يعني دائما دبي هو اللي بيسحب الأنظار تجاهه، ولكن ماذا عن الاستثمار الذي نلاحظه بالكثافة على قطاع العقاري الدار إشراق وغيرها رأس الخيمة العقارية؟ شوفي سوق أبو ظبي يعني زي ما تفضلتي هو في المزيد من المؤسساتية أكثر من المضاربين في سوق أبو ظبي. لذلك سوق دبي نعم. من سوق دبي. لذلك منشوف التذبذب عندك أقل بكثير مما يحدث في سوق دبي تحديدا. يعني المؤسسات متجهة لقطاع المصارف بشكل عام ولقطاع العقار في أبو ظبي. زي ما تفضلت اليوم الدار العقارية من خلال مراقبة مين اللي عماله بيشتري مين اللي عماله بجمع هي مطمئنة، لكن منضلنا بانتظار النتائج. هل النتائج سوف تدعم الأسعار أو لا؟ قطاع المصارف أيضا متوقع أنه يحقق نمو مشابه لقطاع المصارف في دبي، واليوم العين الأنظار متوجهة على بنك الخليج الأول، على بنك أبو ظبي الوطني. أنا بعتقد أنه رح تكون النتائج جيدة إلى جيدة جدا، ورح تكون فوق التوقعات أسوة بقطاع المصارف بشكل عام في الدولة. سوق أبو ظبي هذه طبيعته، بيمشي ضمن أسس ونظم معينة، ضمن مؤسساتية معينة، يبتعد عنه المضاربين، بفضلوا المضاربين عمليات التذبذب اللي عمالها بتصير في سوق دبي أكثر من أبو ظبي، لذلك الحركة محدودة نوعا ما في سوق أبو ظبي يعني. نعم نتابع أيضا بقية الأخبار مشاهدينا، حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية لبنك الاتحاد الوطني في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 22% لتصل إلى 552 مليون درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كذلك الأرباح في فترة 9 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 10% وصلت إلى 1,600 مليون درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم كما نرى تقريبا نصف درهم إماراتي فقط. نعود من جديد للسيد عميد. هالمرة أنا تساؤل يعني الحقيقة بشغل بالي موضوع إعمار والتوزيعات كثير. هل ممكن يترك لنا نحن يعني مش أنا لا أشتري أي شيء في الأسواق، هل ممكن أن يترك للمساهمين الخيار أنهم يقترحوا على مجلس الإدارة طب تعالوا بدل ما توزعونا نقدي خيرونا في أنكم تعطونا أسهم في إعمار الفندقة ووفروا علينا عناء نروح ونقدم اكتتاب وتخصيص وغيره؟ حلو الفكرة. يعني سيناريو جميل. عشان يسمعوك هلا. دائما إعمار يعني صراحة سباقة في أفكار معينة، وقد نجد هذا السيناريو مطروح إذا أو قد يكون إذا ما طلب من من المساهمين اللي هم القاعدة الاستثمارية إلى مجلس الإدارة قد يكون هناك تلبية لهذا الطلب. إعمار دائما هي صندوق أسود، هي دائما تعودنا على المفاجآت الجيدة. أنا بعتقد اللي شاري إعمار منذ التأسيس هو السهم الأفضل تقريبا في المنطقة أو في أسواق الإمارات يعني. هو العميد يا عميد. بكل تأكيد. وشكرا يا عميد كنعان المحلل المالي على هذه المشاركة. خلينا نروح مشاهدينا سوا لسوقي قطر وكذلك الكويت ونتائج بعض الشركات، حيث انخفضت الأرباح الصافية لشركة منشآت للمشاريع العقارية بالربع الثالث من العام الجاري بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت تقريبا 866 ألف دينار. ربحية السهم بلغت 3 فلوس. خلال 9 أشهر الأرباح الصافية انخفضت 50% مشاهدينا ل 10 ملايين دينار كويتي تقريبا، ربحية السهم فقط 31 فلس. نعم. لا ننسى أيضا في السوق القطري تحديدا كنا قد تابعنا نتائج هامة جدا خاصة فيما يتعلق بالمتحدة للتنمية ومجموعة إزدان القابضة. سهم إزدان كان سجل عندنا نشاط أو وضعه على المؤشر كان بوزن 11% وكان في اتجاه
اتجاه واضح لدينا في النشاط على هذا السهم، وكانت الشركة قد حققت ارتفاع في الأرباح، لكن عن المتحدة للتنمية أيضا كانت الأعلى في النشاط ولكن عكست بتراجع في الأرباح الصافية للشركة في الربع الثالث بنسبة 67% وصلت إلى 60 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 11% لتصل إلى 559 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ربحية السهم ريال و60 درهما قطريا. إذن نهاية مسار السوق لجلسة هذا اليوم الاثنين، ما الذي يخبئه لنا الغد؟ في انتظار ذلك، وشكرا للمتابعة.